مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدي احكي لكم عن شغله صارت معي ومش حابب انكم تغلطوا نفس الغلطه. في موبايل نزل في العالم من سامسونج اسمه سامسونج فولد، اللي بيفتح وبسكر، ونزل منه فولد 2 اللي هو محسن عن فولد 1. طبعا تكلفته حوالي 2000 دولار في العالم، لكن بالصدفة بتطلع على الانترنت وجدت في تلفون اسمه إسكوبار. مظبوط الكلمة اللي سمعتوها صح. إذا مش عارفين مين هو إسكوبار، هو باولو إسكوبار، أحد أكبر مهربين المخدرات من كولومبيا، طبعا مشهور في العالم، هو من أكبر المجرمين في العالم. انمسك أو مات قبل فترة، وهو يعني يعتبر أبو هذا البزنس للأسف سيء. لكن الشركة هاي يقال أنه أخوه حب يسوي شركة بزنس رسمية، فسوى هاي الشركة باسم أخوه عشان ذكرى تخليد له، وطبعا اسمه مشهور فبدوش دعاية كثير صراحة. لما تدخل على الموقع، يعني أنا بديش أورجيكم الموقع لأنه الموقع أنا مش عم بعمل له دعاية، الموقع للأسف فيه صور هيك مغرية ونساء وما نساء، وبقول لك إنه اشتري هذا التلفون وحاملين هالصور. فأنا واحد بعت لي إياه اللي شوف هالتلفون رخيص، فعلا سعره 350 دولار، والفيرجن اللي أعلى منه اللي أعتقد 480 دولار، يعني أسعار طبعا أمريكي وفري شيبينج لكل مكان في العالم، وأسعار يعني مستحيلة. فأنا سريع رحت دخلت على هذا الموقع وشريته قبل 3 أشهر الحكي هذا، وشفت ناس عاملين عليه ريفيو وبيحكي لك هو كوبي من سامسونج فولد 2، يعني تقريبا نفسه فولد 2. للأسف طبعا من 3 أشهر إلى الآن ما وصلني أي شيء، حتى بطل يطلع لي بندنج. طبعا الترك الكبير في الموقع إنه بأخذ منك طريقتين للدفع، مش كريدت كارد، ما باخذ كريدت كارد، باخذ منك طريقه البنك اكاونت، تعمل اي ترانسفير دايركت او بتعمل كريبتو كرنسي. طبعا في الطريقتين ما بتقدر ترجع الفلوس نهائيا. في الكريدت كارد بتقدر تسوي شغله كليم بسموها نون ريسيفد ايتم، اي شركه كريدت كارد عندها مده سماح، بتقدر بخلال هاي الفتره 6 اشهر اي ثينك، بتقدر خلال هاي الفتره تعمل كليم ويرجعوا لك المصاري. لكن كتير يعني الموضوع شكله، يعني أنا صراحة خدعت فيه. أنا توقعت أنها شركة كبيرة وشركة والناس عم تعمل عليها ريفيوز، وللأسف بعد فترة بدخلت صرت أدخل على المواقع واليوتيوبات وأسأل، ولقيت ناس كتير بيحكوا انه وقعوا بنفس المشكله اللي وقعت فيها. لكن طبعا ما في عرب كتير بيحكوا عن هذا التلفون، فانا حبيت احكي لكم عنه بحيث انكم تكونوا منتبهين ما تشتروا هذا التلفون، لانه هو عباره عن عمليه نصب كبيره. في ناس استلموا، بس معظم اللي استلموا هم يوتيوبرز عشان يبينوا انه احنا عندك ريفيو وعاملين له ريفيو وهي في تلفون ووصلنا. بس في الحقيقة حتى طريقة البيع والشراء كريبتو كرنسي او عملة ديجيتال رقمية او انك تدفع بالكريدت كارد، طبعا كل هذا الحكي مش يعني ما انك تدفع بالكريدت كارد، سوري، تدفع بالبنك دايركت. فكل هذا ببين لك انه عملية نصب 100%. الواحد بتعلم من غلطاته من غلطات غيره. حبيت أشارككم هذا الفيديو عشان تعرفوا شو اللي صار معاي، وإن شاء الله ما تقعوا بهذه المشكلة، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل